خليني اتوقف عند جزء مهم جدا استاذ علاء. انا حضرتك قلت في مجموعه من الانتهاكات زادت هذه الملاحظات من 300 الى ارقام اخرى على كافه المستويات وعلى كافه الشرائح والفئات والانواع الحقوقيه المختلفه. قبل ما اخش فيهم بشكل تفصيلي وانا هفسر كل واحده مع حضرتك وما الذي حدث في الاربع سنوات بشكل تفصيلي، عاوز اسال رأيك إيه في حجم التحرك المصري لمحاولة تجميل صورة النظام في اجتماع وانعقاد دائم إنه دول خونة ويسهموا يساهمون في إفساد مصر الدولية والخارجية والمحلية، يعني الكلام اللي حقيقة مش عاوز أخد فيه كتير، خلينا أسمع منك. يعني خلينا نرد على الرد في عدة نقاط. النقطة الأولى الدول اللي بتساعد مصر، يعني الدول اللي بتتعاون مع مصر سياسيا واقتصاديا وعسكريا، كافة التقارير التي تصدر منها متعلقة بملف حقوق الإنسان تصدره بالشكل السيء، فدي شهادة لي ما نقوله. تمام. كل المنظمات اللي بتتعاون مع مصر، يعني ممكن نقول إن في دول ترفض الأداء الحكومي وترفض الانتهاكات. نعم. هنقول ماشي، لو صدرت التقارير منها بإدانة الملف المصري فهي من أول مدينة للملف المصري والحكومة المصرية، لكن نعم. لما تصدر القرارات والتقارير والبيانات من أنظمة ودول متعاونة مع مصر دي مشكلة تانية. مشكلة تانية. عندك الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي أخيرا أصدر صحيح. قرار صحيح. الخارجية الأمريكية دائما وأبدا تصدر هذا القرار، الخارجية البريطانية، كل الجهات اللي بتتعاون مع مصر. لما الدولة بأبواقها الإعلامية تسعى إلى الخلط واللغط ما بين انتقاد الدولة وانتقاد النظام، ودايما شايف أن النظام هو الدولة، فلو انا بنتقد النظام بعادي النظام حتى، يبقى انا بعادي الدوله، يبقى انا بعادي الدوله وخون الدوله بالظبط كده. فهو دايما بيحاول يحط اللبس ده بين للمشاهدين ان انتقادي ومطالبتي حتى لاسقاط هذا النظام او تغييره او من هذه الاجراءات هي طعن في الوطن، طعن في الدوله ذات نفسها. طيب. وده عكس الأمر. هل يستطيع انه ينجح في اي من محاولاته لتحسين وجه ينجح لو عنده نجاحات اخرى في مجالات اخرى؟ وانت بتقولي ان احنا عندنا 2014 300، فاحنا بنتكلم النهارده في ارقام حتى لو كانت 300 لكن فجاعه الملف هتبقى اقوى. يعني انت كنت في الاول عندك بعض الملاحظات في 2014، في 2019 يبقى عندك حالات قتل بالالاف، حالات اختفاء بالالاف. حالات قتل داخل السجون ومقر الاحتجاز بالمئات. نعم. بالتالي انت تعذيب ممنهج يعني الى ما لا نهايه. لو انت عندك نجاحات بقى في ملفات تانية، يعني لو انت ناجح اقتصاديا، ناجح اجتماعيا، في رفاه في المجتمع، المجتمع حاسس بانسانيته وكرامته، لو في حتى لو انت بتعادي المعارضين السياسيين، لكن في نجاحات تانية اقول لك ممكن ينجح. لكن النظام هو فقط بيستخدم آلة الرعب والخوف. نعم. اللي بيصدرها للمجتمع، وبالتالي محدش بيقدر يعارضه. انت من اول فرد في المؤسسة العسكرية حاول يقف قصاده كان مصيره السجن. نعم. اي واحد كان حاول يكشف الفساد بتاعه زي التقرير صدر من مستشار هشام جنية كان مصيره السجن. كل شرايح المجتمع المصري. نعم. اخوان مسلمين، تيار مدني، تيار ليبرالي، اكس اخوان، ضد الاخوان، مع الاخوان، مع المدنيين، كله ماشي في الشارع ملوش دعوه باي حاجه، كله وهو كله بالفعل هو خاف من احداث سبتمبر علشان كده، علشان ما كانتش ذات قياده واضحه، وبالتالي ده اتاري ان الثوره، اتاري ان شعارات الثوره الكرامه الانسانيه والعداله الاجتماعيه والحريه هي عند حزب الكنبه اللي احنا كنا فاكرين حزب الكنبه لا علم لكن هو. نعم. فعلا بيعترض. طيب. على كل القرارات اللي بتصدر من الحكومه. خلينا نرجع بقى للنقطه.